السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم ويوم جديد وحلقه جديده من استاد الاهلي. اسمحوا لي في البدايه بس اقول الف سلامه على كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. يعني اعتقد ان احنا النهارده يعني سامعين هذا الخبر، خبر طبعا لكل الاهلاويه ما بيحبوش ان كابتن محمود الخطيب بالذات يبقى عنده حاجه ممكن تكون تضايقه، فبالتالي الف سلامه عليه. طبعا هو عانى من بعض الامور الخاصه او بعض الالام في الظهر وبالتالي دخل المستشفى صباح اليوم، ولكن ان شاء الله من خلال تصريحات الدكتور وكلام الدكتور يسري الهواري ان شاء الله كابتن محمود الخطيب يومين ان شاء الله يكون بره المستشفى سالما ان شاء الله بامر الله ويمارس حياته الطبيعيه بشكل جيد. خلينا بس يعني واحنا بنقول كده دائما مجلس الاداره بيقوم في الفتره اللي فاتت بدور كبير جدا ومجهود كبير جدا، فيمكن المجهود الكبير ده كان سبب من اسباب ان كابتن محمود الخطيب يبقى عنده مشكله في الظهر، لان الحركه كتير والاجتماعات كانت واضح انها كتير. مشروع القرن اللي احنا شفناه حتى كابتن محمود ما كانش موجود في مباراه اتلتيكو نتيجه الاجتماعات اللي كانت موجوده عشان يبقى في المؤتمر الصحفي او يعلن عن المؤتمر الصحفي الخاص بمشروع القرن. ولكن في البدايه كنت حابب بس اقول الف سلامه على كابتن محمود الخطيب وان شاء الله تبقى اخر الامر، يعني ما يبقاش في حاجه ثانيه ان شاء الله ممكن تبقى تألمه بامر الله، عشان فعلا الاهلاويه بيزعلوا في حاله ان كابتن محمود الخطيب يبقى في حاجه ممكن تألمه. احنا بنتكلم على فريقنا ان شاء الله اللي بيستعد ان شاء الله لمباراه القمه اللي هتكون يوم الاثنين 8 يناير، ثم الى السفر الى الامارات لملاقات فريق المصري يوم 12 يناير في مباراه السوبر. طبعا النهارده كان في مباراه، الاستعداد ابتدى يعني بشكل جيد من امبارح كمان، مباراه امام البلاستيك فاز فيها النادي الاهلي 3-1، واعتقد ان دائما هذه المباريات بتفرز بعض الامور الايجابيه. النهارده شفنا احمد ياسر ريان بيحرز هدفين، يعني اعتقد ان هو لاعب مميز جدا، وكابتن حسام بدر دايما بيشركه في المباريات الوديه علشان يشوف امكانياته، فبالتالي هو دائما الولد الصراحه في اكثر الاوقات كان متميز جدا وبيحرز هدفين. الهدف الاول طبعا جه عن طريق ميدو جابر وده كان في الدقيقه 7، ثم بيحرز احمد ياسر ريان الهدف الثاني والثالث في الدقيقه 61 و70. زي ما بقول لكم احمد ياسر ريان هي سنه الحياه بقى كده، انا عايز بس اتكلم في الجزئيه دي، سنه الحياه ان بتلاقي لاعب بيجي مكان لاعب. عماد متعب امبارح بالامس خلاص راح الاتفاق السعودي لاعاره لمده 6 شهور، بيجي بقى مكانه واحد لسه شاب صغير لاعب من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ابن نجم كبير كابتن ياسر ريان طبعا، ولكن هي دي سنه الحياه زي ما احنا بنتكلم. عشان كده احنا كلنا ظهرنا بالشكل ده، بيبقى في نجوم كبيره خلاص كبار جدا وعندهم امكانيات هايله، ولكن في الاول في الاخر عشان تطلع نجوم صغيره ممكن في الاسم وتبان لازم النجوم الكبيره الى حد ما تبقى مثلا تعار. يعني انا مثلا كابتن حسام حسن لما انا كنت صعدت للفريق الاول كان تم اعارته للفريق الامارات في فريق في الامارات، فابتدى محمد فاروق مثلا او احمد بلال او احمد صلاح حسني او 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 اللاعبين اللي هم من ناشئين النادي الاهلي يبانوا في النادي الاهلي، نتيجه ان كابتن حسام حسن اللي هو كان الستاندنج او اللعيب الاساسي كراس حربه مش موجود، خلاص بقى موجود في الامارات ومعار هناك في الامارات وكان بيلعب في الامارات، فبالتالي اللعيبه الصغيره بقت تبان وابتدت فرصنا بتيجي من هنا. عشان كده بقول احمد ياسر النهارده بيثبت نفسه بشكل كبير، تواجده حتى جوه ال 18 مميز جدا، ان شاء الله يمسك في هذه الفرصه ويتعامل بهذه الفرصه. زي ما بقول لكم عماد متعب ما فيش شك ان هو كان لاعب من اللعيبه المميزه واللعيبه اللي ادت النادي الاهلي كتير، ولكن هذه سنه الحياه، فبالتالي ان شاء الله احمد ياسر ريان بجانب مروان محسن وعودته النهارده وشفناه النهارده ايضا بجانب وليد ازارو وبجانب اجاييه بجانب اي لعيب ممكن يلعب في هذا المكان يؤدي بالشكل الكويس، لكن احنا سعداء باحمد ياسر ريان ان هو جاي في الطريق، لاعب مميز جاي في الطريق وده اللي احنا نتمناه وهذه سنه الحياه زي ما اتكلمت لحضرتك. الاستعدادات على قدم وساق لمباراه القمه اللي ممكن احنا شايفين ان في نادي الزمالك بعض الامور الخاصه بيهم اقاله مدرب وممكن يكون في استخدام مدرب جديد، ولكن حتى الان لم يتم الاعلان عنه، ولكن حتى الان كابتن معتمد جمال وكابتن نبيل محمود هم اللي هيكونوا متواجدين حتى استخدام مدرب اجنبي او مدرب مصري يكون هو ده الجهاز بالكامل، وده في حد ذاته يعني المفروض النادي الاهلي يستفاد منه ان شاء الله في المباراه القادمه. حتى الان يمكن شايفين النهارده الاسبوع ال 17 ابتدى
بمباريات الرجاء والاتحاد السكندري والتعادل السلبي 0-0 ما بين الفريقين. ويمكن في مباراه شغاله حتى الان مصر المقاصه والمقاولون العرب وتقدم المقاولون العرب 2-0 ده في الاسبوع 17 ان شاء الله. في مباريات ايضا من بكره هيكون طنطا وانبي وبتروجيت والانتاج الحربي وسموحه والمصري البورسعيدي وادي دجله والداخليه. وان شاء الله بقى استكمالا للاسبوع ال 17 هتكون مباراه الزمالك والاهلي. هيكون هذه المباراه في استاد القاهره. ويعني بقى لنا فتره يمكن ما شفناش الفرقتين دول بيلعبوا مع بعض في استاد القاهره دايما، الا كان في برج العرب او في بيترو سبورت او في اي مكان تاني غير استاد القاهره. فبالتالي عوده للفرقتين ان هم يلعبوا بعض في استاد القاهره اعتقد انها هيبقى ليها شكل مختلف. هيبقى ناقص حاجه واحده بس ودايما كنا بنشوفها، هو جمهور الفرقتين. اعتقد ان جمهور الفرقتين دايما بيضيف البهجه لينا كلنا كمشاهدين او محللين او اعلاميين في اثناء المباراه نتيجه حضور الجماهير في التوقيت ده. ولكن دايما احنا بنشوف مباراه القمه مباراه جميله، مباراه بيستعدلها اللاعبين والجمهور والاجهزه الفنيه على قدم وساق زي ما احنا شايفين سواء هنا او هنا. فبالتالي ان شاء الله نشوف مباراه قويه. نتمنى طبعا فريقنا فريق النادي الاهلي يحصل على 3 نقاط عشان يقترب من فريق الاسماعيلي ان شاء الله. وبالمباراه المؤجله الباقيه لينا امام المقاولون العرب ان شاء الله هتكون في مارس نقدر ان احنا نتقدم في جدول الدوري نكون في المركز الاول ونحافظ على هذا المركز ان شاء الله حتى الحصول على البطوله ان شاء الله لليوم للعام الثالث على التوالي. ان شاء الله يوم الثلاث بقى هتستكمل بقى المباريات الجوله ال 17 بمباراه النصر والاسماعيلي ثم طلائع الجيش والاسيوطي. ولكن الاهم بالنسبه لنا هي مباراه الاهلي والزمالك. ان شاء الله كل التوفيق لفريقنا في هذه المباراه. زي ما بقول لكم هي ما لهاش مقاييس، مباراه الاهلي والزمالك ليس لها مقاييس مين الاحسن في الايام دي مين الأسوأ في الايام دي، لا هي ما بتحسبش كده. كل واحد من اللاعبين والاجهزه الفنيه بيبقى مركز قوي لانها مباراه للتاريخ، مباراه بتتكتب للتاريخ سواء بقى للاعب معين بيبقى متميز في هذا اليوم او الجهاز الفني اللي بيبقى متفوق على نفسه في هذا اليوم. واعتقد ان احنا ان شاء الله من خلال المباراه احنا عندنا هدف واحد وهو 3 نقاط عشان احنا دايما بنتكلم دايما جمهور النادي الاهلي ان فريقنا محتاج بشكل كبير ال3 نقاط دي عشان يقرب من فريق الاسماعيلي. لكن مهم جدا نقاط الثلاثة لفريق او امام نادي الزمالك لانها بتفرق معانا مش في 3 نقاط فقط، بتفرق معانا في 6 نقاط لان دائما نادي الزمالك هو الغريم التقليدي بتاعك اللي هو بيحاول يقرب منك بشكل كبير فانت بتبعده تماما بهذه المباراه في حاله الفوز. خلينا واحنا بنتكلم على ان شاء الله اليوم هنتكلم فيه عندنا ان شاء الله الافضل النهارده ان شاء الله هيكون في الافضل اللي هتطلع من غانا من اكرا. احنا الافضل لدى الكاف 2017 بنتمنى ان محمد صلاح يكون هو الافضل، منتخبنا الوطني هو الافضل، هكتور كوبر كمدير فني لمنتخبنا يكون هو الافضل. كل ما هو افضل لمصر اعتقد ده يكون هو الافضل. وايضا بالنسبه لفريقنا فريق النادي الاهلي وفريق القرن او نادي القرن يبقى هو الافضل. وده هيكون من خلال طبعا الناقد الرياضي الكبير في فقرتنا الاولى عصام شلتوت، وايضا من خلال تغيير المدربين بقى وما يحدث في الدوري الممتاز ومن تغييرات اخرى من خلال بنشوف الزمالك بنشوف السموحه بنشوف فرق كتير جدا بيتم تغيير المدربين اثناء الموسم. هيكون ايضا معنا كابتن احمد سامي طبعا المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش هيكون معنا برضو بنتكلم في هذه الجزئيه. ولكن خليني اروح لفاصل بقى ونرجع نقول او اولى فقراتنا من خلال الافضل هذا العام لدى الكاف مع الناقد الرياضي استاذ عصام شلتوت.